إذن تسكيات أو انتخاب المكتب الوطني. مقر عندنا مقر وطني كان مقر بسيط. قسمها ونتقاطعوا. يعرضها على الأمين العام شهادة وطوفها دانية. غير نجي في دينا مقاعد ونحاولنا. الدورات يعني اللي جهات احنا لازم قلنا تكالب البرلمان الأوروبي وتهجمه المفضوح والمغرض للنيل من سمعة الجزائر التي أصبحت تشكل هاجساً للمتربصين والحاقدين. إن مثل هذه السقطات ليست مفاجأة، وإنما هي ردة فعل دنيئة نظير استرجاع الجزائر مكانتها وكامل سيادتها في قراراتها وخياراتها لمواجهة أي إملاءات اقتصادية وسياسية خارجية. إننا في جبهة الحكم الراشد على يقين تام بأن البرلمان الأوروبي غير مؤهل أصلاً أمام الرأي العام للدفاع عن القيم الإنسانية مثل حرية الصحافة وحقوق الإنسان. كيف لا وهو يعوي خارج إطار الأهداف التي من أجلها أنشئ، مما يثبت تجاوزه مبدأي السيادة وعدم التدخل في شؤون الغير. وهذا التكالب غير المشروع على الجزائر، لأن الجزائر استعادت دورها الريادي في المحافل الدولية وأصبحت نقطة الارتكاز في إعادة تشكل العالم والمنظومة العالمية بشكل أو بآخر، لأن الآن كما نعيش ونشهد هذا التحول العميق الذي تعيشه المنظومة الدولية من عالم بقطبين إلى عالم بقطبين واحد إلى عالم متعدد الأقطاب، والجزائر لها دورها الريادي في معادلة إعادة تشكل المنظومة العالمية.